بس انت يا دنيا يعني بسم الله ما شاء الله كده، يعني الدنيا لعبت معاك على الاخر وقبيتي على وش الدنيا، وبقيتي حاجه تانية غير البت دنيا المطعوسه اللي كانت بتلعب معانا في الحاره. كل ما حد يقرب منها يكلمها ولا يضحك معاها ولا حاجه تقوم معيطه وتصوت في وشه. يعني هو ده بس اللي انت فاكره؟ طب والباقي؟ الباقي ده، الباقي ده هو اللي صبرني ال5 سنين اللي قضيتهم في السجن. انت وحشتني بشكل، وانت كمان وحشتني قوي يا حبيبي. دنيا نعم يا برع، عنتر بيه وصل ومستنيك، وعزام بيه بيقولك ما تاخريش عليه. حاضر. ما تاخريش، لسه قدامك شغل كتير. ايوه الشغل هنا ما بيخلصش يا حربي، هاكل عيش وخلاص. طيب انا هقوم امشي بقى دلوقتي واستناك في الحاره على ما تخلصي شغل. حاره؟ حاره ايه؟ انا سبت الحاره من زمان، خدت لي كده شقه محندقه على قد كده في وسط البلد، كمان انا شغلي ما بيخلصش غير قرب الفجر. انت قاعد فين؟ قاعد مع زين وبركه في العشه بتاعته. ما عمك نفل بسلامته هو ومراته، ما صدقوا اني دخلت السجن، امي ماتت وراحوا راميين الهلب وشقلتي مقلتي اخدوا البدروم. معلش يا بيبي، ما هم غلابه برضك. هو انت ناسي يعني لما كنا قاعدين عندنا في الاوضه كنا ملزقين جنب بعض مش عارفين نتنفس؟ ما صدقوا يشموا النفس شويه. كل يهون عشان خاطرك انت يا دندن يا اسمر يا جميل. اشوفك امتى؟ بكره اول ما حصى هاجي لك الحمر. ماشي، وانا استناك. وانا مش هتاخر. برنسيسه، عليا النعمه اللي ما يعرف اصلك يقول برنسيسه. ما تاثر بقى وتبطل غلاسه يا واد يا زين. البت بهزر معاك يا الله، ولا انت هتكبري علينا ولا ايه؟ طول عمرك مدب مدب حتى في هزارك. سيبك انت بس، ايه رايك في المفاجاه دي؟ بصراحه بصراحه دي اجمل حاجه انت عملتها في حياتك يا ولا. ازيك يا زين؟ ازيك يا عزام باشا؟ انا مش نبهت عليك قبل كده رجلك تتقطع من هنا ومش كل يوم والتاني تنط لنا؟ معلش يا باشا، المره دي كان لازم انط. وايه اللي لزمها بقى؟ ومين اللي انت جاله في ايديك ده وجايبه معاك؟ ده حربي، حربي عزام بيه. حربي؟ اهلا اخ حربي. بس انا بيتهيالي ما شفتكش قبل كده. لا انا ما جيتش هنا قبل كده. حربي يا باشا اصله كان مسافر، ولما جه قال يعني يجي يسلم على دنيا، اصلهم معرفه قديمه يا باشا. وسلمت؟ سلمت. هي حلوه، احنا مش هنشوف اكل عيشنا بقى ولا ايه؟ الله، الراجل قاعد مقطع نفسه مستنيك من الصبح، ولا هنقضي الليله كلها فاهلا وسهلا سلامات وحشتني؟ ولا سلامات ولا وحشتني ولا حاجه عمنا، احنا كنا ماشيين. يلا بينا زين. سلام يا باشا. يلا يا اختي، الراجل مستنيك من الصبح. يلا يا حلوه يلا. دنيا عنتر بيه. اهلا اهلا يا جوافه من السقاوي، اهلا وسهلا. مساء الخير يا قمر. مساء النور، اقعدي نوريني. ميرسي. يلا يا عزام، هات لنا كل الحاجات اللي انت عارفها دي. امرني يا عنتر بيه. ربنا يخليك ليا يا رب. مين الضغوف اللي غلس علينا ده؟ ده يا سيدي عزام بيه صاحب الكباريه ده. انا يا ام اكرم اخويا. الجدع الغلس اللي كان الدنيا قاعده معاه، تعرفه؟ ده عنتر الشندويني. راجل اصلا من الصعيد، فعنده شركه مقاولات كبيره قوي، وحاطط حطه جامده قوي على دنيا وصارف عليها دم قلبه. كده؟ طيب. استباحتك. احلى بصباحه يا هندسه. مال الحارة هس وهو كده لازم؟ أنا عارف لك، دي عمرها ما حصلت قبل كده. والناس صحوا فين؟ بقول لك يا حربي،
الليله دي شكلها ما يطمنش. انا اوصلك العشه واطلع اركن في الماء واخواتي. خمسة وارجع لك. ها ما تعوقش. يا بركه بتعمل ايه هنا؟ الحق حربي يا زيد، الحق حربي. ماله حربي؟ اه هيموتوا، هيقتلوا يا زيد. مين دول اللي هيقتلوا يا؟ قلتلك يا حرب نصيبك لسه مستنيك، او نصيبك جالك لحد عندك. طيب احسن يا معلم قبضايا. ما تخافش يا عنايا، انا مش هقتلك، انا بس هغب عليك، اكسر لك ايد، اقطع لك رجل، ادشمل لك وشك، عشان كل ما تبص في المرايه تفتكر قبضايا. سامحني يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري عيل وبرجع في كلامي. مبروك عليك يا حربي، انا اللي هخلص عليك. شوف وشك بخير. اركب يا حربي. سامحني انت يا بضايع. سلام. ليه كده يا حربي؟ ده انا كنت هقتلك بس. السلامة يا حربي. الله يسلمك يا بركة، ده انا كنت قاعد شادي عشان يرى. كده الحمد لله. وادي يا زين احنا رايحين على فين؟ اي حتة بعيد عن هنا. يا عيني عليك يا بضايا، اتكوم على الارض زي الشوال، انت ليه دلوقتي متغاظ؟ يا عم عيني ايه وليلي ايه؟ ان شاء الله يقعد في الارض. بس يا بضايا كان قصدنا لها يا رجالة، ايه اللي رجعكم؟ الكلام الفارغ ده بقى؟ ما احنا طول عمرنا مع بعض على الحلوة والمرة يا جدع. بعدين بيني وبينك انا قبضايا ده مغلول منه على الاخر. ايوه بس قبضايا طاروا معايا انا مش معاكم، ولو كان حاول يخلص مني النهارده المره الجايه هيحاول يخلص مننا احنا الثلاثه. خلاص يبقى احنا نتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بينا. بالهداوه يا زين بالهداوه. يا عم الكلام ده ما فيهوش هداوه، قبضايا ده مش هيجيبها لبره. انا عارف، انا بقول لك ايه، يا روح ما بعدك روح يا عم حربي. طب بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نسيب الحته ونهج. طيب اقول لها بالكلام اهو عكه نهج يعني. انا عمري ما هج ياض، وبعدين احنا لو هجينا وسيبنا الحته وخفنا عمرنا ما هنعرف نرجعها تاني، وهيفضل الخوف طبع فينا. انا شايف ان احنا نوقف القبضايا ده، نتصداله ونكسر له دماغه، وان شاء الله يحصل اللي يحصل بقى وتولع نار. الحكايه مش عافيه ولا غشوميه يا زين. امال الحكايه ايه؟ نهج زي ما سي بركه بيقول ولا ايه؟ ما ترد يا عم حارب، انت هتتنهد، هنعمل ايه في النصيبه دي؟ الا انت يا زين بتعرف تعوم؟ نعم يا اخويا. لا. وانت يا بركه؟ لا انا ما اعرفش اعوم، بس اعرف اغرق. خلاص
يبقى نتعلم العوم الاول قبل ما نخش في الغويط. غويط ايه وعوم ايه؟ ايه مسابقه السباحه اللي احنا فيها دي يا جدع؟ انت احنا في ولا في ايه؟ انا خلاص تعبان وجسمي حط وعايز انام. طب والمشكله اللي احنا فيها دي؟ الصباح رباح يا زين، الصباح رباح، وبكره ربك يعدلها، وبكره مفيش اقرب منه. كمان نص ساعة في المكان بتاعك. سلام. مين كمان ده يا أكرم؟ ده واحد بيشتغل معايا. رجلك عاملة إيه النهاردة يا بابا؟ لا أحسن بكتير الحمد لله. الدواء اللي جبته لي أمان إمبارح مفعوله زي السهل، الوجع راح في ثواني. طب الحمد لله. أمال هي فين؟ نزلت بدري راحت الجرنان. طب أستأذن أنا بقى. طب مش هتقعد تفطر معانا؟ لا حبيبتي، اصل انا عندي مشوار مهم لازم اعمله قبل ما اروح على الاسم. طب مين هيوصل حمزه المدرسه؟ البركه فيك يا منى، خديه بتاكسي وصليه، وانت راجعه عدي على السوبر ماركت هاتي كل اللي انت عايزاه. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خلص اكلك يا حمزه عشان ما تتاخرش المدرسه. ليش نفسي يا ماما؟ ولد اسمع كلام ماما، والا مش هجيب لك اللعبه اللي انا وعدتك بيها. حاضر يا جد. واهو ايه اللي خلاك تتصل بيا الصبح بدري؟ حصل حاجه في المنطقه؟ حاجه؟ قول حاجات يا باشا، دي المنطقه امبارح كانت هتولع. ليه اللي حصل؟ الواد حربي اللي خرج من السجن امبارح. حربي؟ عارفه سعادتك يا باشا؟ ايوه عارفه. ماله؟ هو وقبضايا كانوا هيذبحوا بعض. اشمعنى يعني؟ اصل يا باشا في بينهم وبين بعض طار قديم من سنين، من قبل ما سعادتك يعني تشرف الاسم عندنا. ما تختصر يا ده على الصبح وتقول لي ايه الحكايه؟ قبضايا كان السبب في دخول حربي السجن، لما اتخانق مع عم حربي، قام حربي طالع يجري وجايب سكينه وهوب قام مديله البشته اللي في وشه دي فشوهه، فبقى في بينهم طار ومستحلفين لبعض. المهم ايه اللي حصل امبارح؟ والله باشا انا كل اللي شفته الواد حربي وهو طايح في رجاله قبضايا، واول ما زين جيب العربيه هوب راح نطت في العربيه وخلع. الواد حربي ده شكله مش هيجيبها لبره. ما انا بقول لسعادتك طار قديم. طب اتكل انت على الله وارجع المنطقه، ولو حصل جديد بلغني على طول. يا باشا ده انت تؤمرني، ده انا عينك الساهره في المنطقه. سلامت الله يا باشا. عارف الواد اللي اسمه حربي ابو العنين اللي خرج من السجن امبارح؟ اجي الاسم الاقيه موجود. فل الوردوش يا معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت يا رشدي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبت النمله في الحته بتاعتي. انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جري يا بضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدمه لو اتلامد، استاذنتني تقص له لسانه لو طولوا عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زاغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه.
بقول لك يا معلمة، العيال دول شوية عيال مالهمش لازمة، هتي يعني. أنا اللي بقول لك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشومية والغباوة بتاعتك دي، أنا أجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. أنت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خطرك مع نفسك. أنا ما صدقت ظبطت المنطقة وسنتجتها، تيجي أنت تعملي فيها قلق وتنصيت؟ إيه القرف ده؟ كاشح يا معلمة. ابعت حد من العيال ينظف لي العربية ويروقها، عشان عايزين نوصل مشوار كده لغاية رشوان بيه، نشوف المصلحة بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشية معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفازي تشوف الشغل ولا مش